ايه افضل موبايلات جربتها من اوبو وايه افضل موبايلات جربتها من ريلمي بغض النظر خالص عن التسعير عشان الاسعار مش مستقره اليومين دول. قبل ما اقول لك اي حاجه اكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه امك ريفيوز. وخلينا نبدا الاول بشركه ريلمي. واول موبايل من ريلمي صراحه عجبني هو في الفئه القليله اللي هي الاقتصاديه هو ريلمي نارزو 50A. لواحد بيدور على موبايل يمشي له الحال، موبايل يديله اداء يومي مستقر مع سوفت وير ما فيهوش اي مشاكل، ويقدم له تجربه العاب كويسه هتكون مرضيه ليه. لو هو مش جيمر تقيل هيكون مرتاح جدا مع الموبايل ده. الموبايل فيه بعض السلبيات زي شاشه الاتش دي بلس، ولكن ده حال كل الموبايلات الموجوده حاليا في السوق المصري. بس انا بتكلم بالنسبه للاداء اليومي ده الالعاب، الموبايل ده كان مرضي جدا بالنسبه لي. قدم الحاجتين دول على اكمل وجه، زائد سنه بسيطه كده لنقطه الكاميرات. الموبايل ده كان من افضل الموبايلات في فئته في تجربه الكاميرات اللي هي فئه ال 4000 جنيه، ده من احسن موبايلات ال 4000 جنيه. بس طبعا ده مش موبايل لحد بيدور على تصوير، ده موبايل لحد عايز ياخد لقطه لقطتين حاجه كده، ايه تاخد تفاصيل من يومك صغيره كده تسجلها. فالموبايل ده يعتبر كويس لحد مش بيحب التصوير، هو عايز يصور لما يكون محتاج يصور حاجه ضروري. اما بالنسبه للموبايل اللي بعد كده وده بقى موبايل للتصوير فعلا ولو عايز تصور تعتمد عليه جدا، هو ريلمي 9i. انجح موبايل شفته من ريلمي في فئه 4 5 6000 جنيه في الفئه السعريه دي كلها، ده كان انجح موبايل حرفيا من ريلمي. انا ممكن اتكلم عنه انه تجربه متكامله فعلا، يعني الموبايل ده اداني سوفت وير كويس جدا خفيف قوي، وصنفت الموبايل ده فعلا احسن اداء في الفئه الاقتصاديه. فعلا الموبايل ده وصلت بالمرحله انه كان بيقدم تجربه افضل من الريدمي نوت 11 برو من شاومي. انت متخيل تجربه العاب لو انت مش جيمر بتلعب عادي العاب، الموبايل ده هيكفيك جدا في تجربه الالعاب. طبعا سماعات ستيريو، شاشه اي بي اس 90 هرتز فول اتش دي بلس. ونيجي بقى لاهم نقطه فعلا عجبتني في الموبايل ده، هي تجربه الكاميرات. الموبايل ده بيتفوق على كل الموبايلات الموجوده اساسا في مصر في الفئه الاقتصاديه، يعني الموبايل ده بيتفوق على الاي 23، الموبايل ده بيتفوق على الاي 22، الموبايل ده بيتفوق على ريدمي نوت 11، الموبايل ده بيتفوق على ريدمي نوت 11 برو، بيتفوق على ريدمي نوت 11 اس. الموبايل ده سفاح في تجربه الكاميرات، فعلا تجربه كاميرات ونتائج صور مبهره جدا بلا منازع. هو افضل كاميرا في الفئه الاقتصاديه، وانا رشحت الموبايل ده لحد بيدور على كاميرات، قلت ده احسن كاميرا في الفئه الاقتصاديه نقطه من اول السطر. الفئه الاقتصاديه اللي هي 6-7000 جنيه ده احسن فعلا كاميرا. فدي الحاجات اللي عجبتني قوي في الريلمي 9i وخلتني احب الموبايل ده فعلا واشوفه من انجح واحسن موبايلات ريلمي في السوق المصري عامه او في السوق العالمي، مش هقول في السوق المصري بس. موبايل عجبني من ريلمي في تجربه الالعاب، الموبايل ده كان الصراحة لا يعلى عليه بالنسبة لسعره، هو ريلمي 8i. الموبايل ده كان آخر مرة شفته بحوالي 6000 جنيه، وكان بيقدم أحسن تجربة ألعاب في الفئة السعرية دي حرفيا، أحسن من الريلمي 9i، أحسن من السامسونج A23. فلو أنت بتحب ريلمي وعايز تجربة ألعاب هتروح للريلمي 8i، بتحب التجربة المتكاملة أكتر وما عندكش مشكلة تاخد تجربة ألعاب أقل شوية هتروح لريلمي 9i. أما بالنسبة للموبايل اللي بعد كده من ريلمي، هو الموبايل ده هتلاقيه قليل في السوق أو مش هتلاقيه أساسا، ولكن لازم أذكره لأن الموبايل ده عجبني جدا، هو الريلمي جي تي ماستر إديشن. الموبايل ده أيام ما كان في السوق كان عاجبني، وعاجبني في شاشة الأموليد ال 120 الفول اتش دي بلس، وعاجبني الأداء مع السناب دراجون 778. فعلا أداء الموبايل ده كان مستقر جدا في الأداء اليومي، أقوى كمان مما تتوقع، وكمان في تجربة الألعاب كان بيديك تجربة مرضية جدا. بس حاجة واحدة اللي كانت مضايقاني منه هي حجم الشاشة، كان نفس الموبايل يكون حجم شاشته أكبر من كده، ولكن يظل برضه من موبايلات ريلمي المحترمة، كان بيقدم التوليفة اللي أنت بتدور عليها، يعني تجربة كاميرات مستخدمة جدا، شاشة ممتازة أموليد مع 120 هرتز، معالج قوي وممتاز زي اللي موجود في الـ 52 اس، ولكن اللي ناقص الـ 52 اس كان الريلمي جي تي ماستر إديشن بيعوضه، يعني الريلمي جي تي ماستر إديشن كان بيقدم لك الشاحن السريع اللي أنت بتدور عليه، ومش أي شاحن، 65 واط شاحن سريع فعلا ممتاز جدا. فعشان كده حبيت تجربه ريلمي جي تي ماستر اديشن. اما بالنسبه لاخر موبايل عجبني من ريلمي الصراحه في الموبايلات اللي قدرت اجربها وقدرت اتحصل عليها، هو الريلمي جي تي نيو 2. وبلا فخر اقدر اقول ان الموبايل ده اكتر موبايل متكامل من ريلمي في الفئه المتوسطه، موبايل انا مش شايف الصراحه ان ناقصه اي حاجه، شاشه ممتازه، اداء قوي مع معالج سناب دراجون 870، كاميرات فعلا مبهره، الموبايل تصميمه كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل، شاحن سريع ممتاز، لو عايز تطلع عيب فانت هتتلكك عشان تطلع له عيب، اما غير كده الموبايل ده كان بدون عيوب. الموبايل ده كان عيبه الوحيد تسعيره،
لكن غير كده الموبايل ده فعلا كان بيقدم توليفه محترمه جدا. لو انت عايز تمسك موبايل من ريلمي محترم، ريلمي جي تي نيو 2 كان ممتاز ممتاز ممتاز. نسيب ريلمي وننتقل لشركه اوبو، وهم ثلاث موبايلات من اوبو اللي عجبتني تجربتهم. اول موبايل من اوبو فعلا كانت تجربته ممتازه، ومن اكتر موبايلات اوبو اللي حبيتها في حياتي هو الاوبو رينو 6 5G. الموبايل ده انا اتكلمت عنه كتير، تغنيت بالموبايل ده كتير، لانه فعلا من اكتر موبايلات اوبو اللي ممكن تكون متكامله في تاريخ شركه اوبو. تصميم مبهر جدا بخامات فخمه جدا، ميديا تك دايمنسيتي 900 5G، معالج ممتاز هيديلك اداء يومي كويس جدا واداء العاب ممتاز. وغير كده وكده سوفت وير اوبو حوار تاني، سوفت وير اوبو فعلا احسن من ريلمي واحسن من سامسونج. السوفت وير ده ما فيهوش فيتشرز كتير، ما فيهوش تخصيصات كتير ممكن تعملها، ولكن احسن تجربه ممكن تاخدها في التعامل مع سوفت وير انت ممكن تاخدها من اوبو. لو هنتكلم على الشركات في السوق، فهقول لك ان شركه ابل دي في حته لوحدها، شركه جوجل في حته لوحدها عشان هي اللي بتعمل الهاردوير والسوفت وير، بعد شركه جوجل تيجي على طول اوبو، احسن سوفت وير او احسن شركه بتعمل كاستمايز للواجهه بتاعتها. ممكن اوبو مش من الشركات اللي بتقدم قيمه مقابل سعر، ولكن مع رينو 6 5G كان في قيمه قويه جدا مقابل السعر، وده كان من اكتر موبايلات اوبو اللي برشحها قوي لاي حد عايز يجرب موبايل من اوبو ويحبه. موبايل فعلا يستاهل انك تجربه. الموبايل اللي بعد كده هو موبايل في الفئه المتوسطه الاقتصاديه من اوبو، او زي ما بنقول هي الفئه المتوسطه الاقتصاديه لشركه اوبو عامه مش لبقيه الشركات الثانيه، هو الاوبو A76. اكتر حاجه عجبتني في الموبايل هي تجربه الاستخدام اليومي بس. فلو جربت الموبايل ده هتحبه عشان ال 90 هرتز الموجوده في الشاشه، انت بتاخدها في فئه 6000 جنيه، فده حاجه كويسه انك بتاخد الحاجات دي من اوبو، ما كانتش موجوده اصلا في فئه 6000 جنيه، وخصوصا مع ارتفاع الاسعار. لو بتدور على اداء يومي كويس جدا وكاميرات خلفيه من اوبو، ده احسن اختيار ممكن تجيبه في الفئه الاقتصاديه المتوسطه او الفئه المتوسطه الاقتصاديه زي ما بنقول. اخر موبايل تجربته فعلا كويسه جدا بس للاسف سعره عالي قوي 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 من اوبو، ما بيقدمش قيمه خالص مقابل السعر، انا ما انصحكش بشرائه. الموبايل ده عجبني في التجربه الشخصيه هو رينو 8 برو. فعلا الموبايل ده كويس قوي قوي قوي. الموبايل ده بيقدم تصميم شيك جدا، من اشيك الموبايلات اللي ممكن تمسكها في ايدك، وخصوصا حجم الكاميرات العملاق اللي موجود ورا. مفيش حاجه اسمها فريم للكاميرات والضه، لا، الاثنين سايحين على بعض. شاشه ممتازه جدا اموليد مع 120، معالج قوي جدا. كل حاجه في الموبايل ده بتاهله ان يكون من احسن موبايلات اوبو، او من اكتر الموبايلات اللي ما تتنسيش من اوبو، وخصوصا تجربه الكاميرات فيه الممتازه جدا الخلفيه، والكاميرا الاماميه اللي بتطلع لوك ممتاز جدا. ولكن للاسف اللي منعني ان انا احط الموبايل ده في الموبايلات اللي بتقدم قيمه رهيبه مقابل سعر من اوبو هو التسعير. سعر الموبايل ده اوفر جدا 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 لو هتجيبه من مصر، ولو هتجيبه من الدول العربيه فممكن يكون اوفر في بعض الدول، وفي دول ثانيه هتلاقيه سعره كويس زي الامارات مثلا ممكن يكون سعره مظبوط، السعوديه هتلاقيه سعره اوفر شويه. تسعيره ثابت ومش مستقر على كل الدول، ولكن هو فعلا تجربته كويسه. لو انا هرشح موبايلات من اوبو عيوبها مفيش، فهقول الرينو 6 5G وهقول الرينو 8 برو، اكتر موبايلين فعلا مظبوطين جدا من اوبو. دي موبايلات ريلمي واوبو اللي جربتها خلال سنه 2022 وعجبتني وما كانش فيها اي مشاكل. فاكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد، وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.